الراديو 90 90 هواها مصري. أول حاجة اتسألنا عليها كتير الشهر ده النزلات المعوية. تمام. للأسف الصيف بقى هجم هجمة محترمة والأكل بيبوظ بسرعة والولاد بيتعبوا. عايزين كده نصايح من حضرتك نحاول نعدي مرحلة النزلة المعوية دي لو لا قدر الله حصلت للولاد. طبعا النزلات المعوية حالة مرضية خطيرة في كل أوقات السنة، لكنها فعلا بتظهر بشكل كبير قوي في فترات الصيف أو في الفترات الحارة يعني بشكل عام. والحقيقة إن ليها أسباب كتيرة، ومعظم الأسباب دي يا فاطمة قابلة إن احنا نمنعها، يعني طبعا نقدر إن احنا نمنعها إذا إن احنا خدنا بالنا بس وتعاملنا بوعي مع المسببات اللي ممكن تكون وراء انتشار الموضوع ده. تمام. أول حاجة لازم نخلي بالنا منها زي ما أنت لسه قايلة في بداية السؤال، هي إن الأكل بيفسد بسرعة، وبالتالي الأكل اللي يتبقى أو الأكل اللي بناكله بعد فترة لو ما خلصناهوش مثلا لابد أن يحفظ فيه درجات حرارة اللي هي بتاعت التلاجة أو حتى في الفريزر. يعني فكرة أن الأكل يتساب خارج التلاجة دي في الأجواء الحارة دي فكرة خاطئة تماما. طبعا دي أول نقطة. تاني نقطة، ودي برضو بالمرة زي ما احنا متعودين بنغطي كل الأعمار، بصفة عامة ما ينفعش الأمهات اللي بيعدوا وجبات لأطفالهم إن هم، أنا بتكلم مثلا على الرضعات أو على الوجبات الأكل الجاهزة، طبعا من البداية يعملوا الكمية القليلة، لأن دي بقى ما يعني حتى مش صحية أنها تتشال يعني. فلازم إيه اللي خلاص لما الطفل بيخلص أكله المفروض إن الباقي ده للأسف بيترمي. تمام. ثالث حاجة، إنه أكتر حاجات بتكون وراء الإصابة بالنزلات المعوية في الصيف هي منتجات الألبان. لأن الألبان من أكتر الحاجات اللي بتتأثر بسرعة أو بتفسد بسرعة بالحرارة. طب. فلازم نخلي بالنا إنه من حاجتين. الحاجة الأولانية إنه في الأجواء الحارة في حاجات كتيرة بتتاخد بيكون فيها ألبان، زي العصاير وزي الأيس كريم والحاجات دي كلها. وتاني حاجة هي إنه الأكلات اللي بنقول يعني اللي بنديها للأطفال اللي ممكن يكون فيها فواكه أو خضروات، وطبعا الفواكه في فواكه بتفسد برضو بسرعة في الحر. فنخلي بالنا من منتجات الألبان، خصوصا إن احنا لازم نعرف إن منتجات الألبان بتبتدي تظهر آثار أو علامات أو أعراض النزلة المعوية بعد فترة حوالي 6 ساعات. 6 ساعات فقط. يعني يبتدي يحصل طبعا الإسهال وارتفاع درجة الحرارة والكلام ده، وزي هنتكلم دلوقتي عن الأعراض. فنخلي بالنا قوي من منتجات الألبان وتحديدا من الآيس كريم، الآيس كريم والعصاير يعني. تمام. ثانيا برضو نخلي بالنا من الفواكه أو المثلجات بشكل عام، أو الفواكه اللي احنا برضو بنستخدمها أو بنديها الأطفال وبتكون ساعة. ثالثا من الحاجات برضو اللي ممكن تعمل ارتباك في الجهاز الهضمي شبيه قوي بالنزلة المعوية، ان الاطفال او حتى الكبار يشربوا السوائل ساقعة قوي في الوقت اللي بيكون فيه الجو الحرارة عالية، والجهاز الهضمي بيكون زي ما بنقول كده يعني بالبلدي انه المعدة بتبقى سخنة او معدتنا سخنة ما ننزلش عليها مية او سوائل ساقعة قوي. الاعتدال حلو زي ما كنا لسه بنقول في الحلقة في الأسبوع اللي فات، الاعتدال في كل حاجة حلو. مش لازم الناس تشرب الحاجات اللي هي تأذيها بدرجة الحرارة مثلا أنها تكون مثلجة قوي أو كده. نيجي بقى لأعراض النزلة المعوية نفسها. أشهر الأعراض طبعا كل الناس عارفاها، هي الإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة. مش شرط التلات أعراض دول يحصلوا موجودين مع بعض. ممكن عرض يسبق التاني، وممكن عرض يعني ما يظهرش، وده مش دلالة على أن دي مش حالة نزلة معوية. يعني النزلة المعوية ممكن تيجي في هيئة إسهال بس، وممكن تبقى فيه ارتفاع درجة حرارة، وممكن قيء، وممكن التلاتة أو ممكن اتنين. الحل لازم الاستشارة الطبية. ليه؟ لأنه مش كل الأحوال بتتعالج أو مش كل الحالات بتتعالج بنفس العلاج. يعني في ناس ممكن تقول إيه، أدي حاجة للإسهال، أو ابني كان عنده إسهال قبل كده أدي له دواء الإسهال. ده مش صح. تمام. لأنه أحيانا مثلا على سبيل المثال يا فاطمة، منع الإسهال بيكون غلط. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا لازم ندي دواء مطهر
بس ما يمنعش الاسهال، لان الاسهال مثلا ساعتها بيبقى نزول بيريح الجراز ده بالظبط. فمش شرط، مش معنى كده، في احوال تانية بيبقى لازم ايقاف الاسهال، في احوال ثالثه بيبقى لازم ايقاف الترجيع، في احوال رابعه. يعني الموضوع لازم محتاج استشاره طبيب. لازم يا فاطمه. والموضوع بيختلف من فتره للتانيه. يعني ليه؟ لانه في احيانا الطبيب لما يشوف حاله الطفل مثلا ممكن يقول ايه، لا ده الحاله دي حاده جدا فلازم لها مثلا، يعني في اطفال بيجي لهم نزلات معويه لا قدر الله طبعا، توصل لمرحله الجفاف، وتوصل لمرحله ان هو ممكن يبقوا في المستشفى، يعني ممكن يدخلوا المستشفى بسبب النزله المعويه. موضوع الجفاف ومحلول معالجه الجفاف على سبيل مهم الدقه جداً، يعني ده مهم جدا. وانا بدعو كل الناس اللي عندهم اطفال لازم يبقى عندهم محلول معالجه الجفاف ده في البيت على فكره، اولا لان او ده بيتباع في الصيدليات. فاكر يا دكتور زمان واحنا صغيرين كان بيتعمل له اعلانات في التلفزيون توعيه ان هو مهم؟ بالظبط كده، لانه مهم في ايه بقى، هو اولا بيتداو، انا فاكر الاعلانات وكانت من الحملات الناجحه جدا اللي كانت عملتها الفنانه كريمه مختار الله يرحمها. الله يرحمها. لانه ان هو حتى كانوا بيقولوا للناس ايه، انه يتدوب في 200 ملي ميه. شوفي انا فاكر اهو من سنين، وال200 ملي ده هي حجم ازازه الحاجه الساقعه الصغيره الفاضيه، يعني صح. كانوا بيهتموا قوي ان هم يشرحوا حتى للناس ويسهلوا للناس المعايير ان هم يعملوا بسهوله. الوقت ده الحاجات الساقعه او المياه الغازيه اللي هي الزجاجات اللي هي الازاز، وكانت الناس احيانا ممكن نحتفظ بيها بالظبط كده، فيبقى في ازازه كده نعاير بيها فنعرف ان ده ال 200 ملي. طبعا ايه اهميه محلول معالجه الجفاف؟ محلول معالجه الجفاف ده بيحتوي على البوتاسيوم، بيحتوي على الصوديوم، بيحتوي على الكلورايد، بيحتوي على المواد المهمه قوي للجسم اللي الجسم بيفقدها برافو عليكي، في الاسهال او في الترجيع كمان بالزبط. فدي مهمه قوي ان الطفل نديها له، دي مش مضره خالص يعني. تمام. دي الطفل ياخد منها على قد ما يقدر، بس طبعا ياخد منها لما يكون عنده نزله معويه، مش ياخدها احتياطي عمال على بطال. بالظبط كده. وبرده بنفكر الناس وبنقول لكم يا جماعه لما الحاله تلاقوها كده روحوا لدكتور، بلاش المطهر المعوي المنتشر اللي كلنا بناخده لما كلنا نعي ايا كان اعمارنا ايه، لازم استشاره طبيب عشان نعرف الموضوع سببه ايه.